ومعنا اللقاء مع المطرب محمد مدني مؤسس فرقة الكفافة بأسوان، واتكلم عن الفرقة والفن اللي بيقدموه وأيضا آخر أخباره. فرقة الكفافة لإحياء التراث الأسواني، فرقة أسوانية عربية بتعني بإحياء التراث العربي الأسواني، وهنا في فرق لأن الفن النوبي معروف ومشهور وتمام تمام، فالفن العربي الأسواني المندثر واللي محدش عارفه لو فن الارتجال، فن الكلمة الراقية، فن اللي هو فن الواقع والارتجال بنقدمه، وقدمنا منه لمحات عشان أبسط للجمهور. هو اللي تغنى منه نعناع الجنينة وبتناديه تاني ليه والأغاني المشهورة دي، ده أصلا في الأصل تراث فن أسواني عربي امتداد لسوق عكاظ والارتجال والشعراء الكبار والكلام ده كله. فاحنا بنعني بالإحياء التراث، وكنا النهاردة مشاركين في العرض الخاص بالفيلم. تحية لكل التلفزيون وقامات التلفزيون في وجود طبعا عمنا حسن حامد اللي هو في الأصل أسواني، وفي الأصل كان وهو شاب صغير بيمارس الفن اللي احنا شفناه ده، فن الكف الأسواني ببساطة، فن رائع وبدون أي تكلف. يعني احنا الآلات بتاعتنا العود والدف والإيقاع فقط، حاجات بسيطة جدا. يعني احنا دايما الفن بتاعنا اسمه فن الكلمة وفن البساطة، فبيوصل بسرعة عشان هو بسيط.